انت بتهاجم البرازيل، الناس بقى طمعت ان انت بدات تدخل في اعراض احد الاعلاميين وبالتحديد عمرو اديب، يعني انت نازل عايز يعني بالظبط، ف 100,000 في الاستاد بيرددوا حبيب، اكيد ربنا مطلع، ما ينفعش تاخد خبر من تحت بيه السلم وتبني عليه. كان ممكن يحصل مذبحه في اليوم ده، ان كان في بنات وان هم جابوا بنات قبل اللقاء ومش عارف ايه، اخترعوا الفايب بسببها. بعديها بدأنا ان احنا نستعد للأهم بقى، خلينا نروح بقى ل 2009، لان 2009 دي مع الجمهور المصري اللقاءات التاريخية اللي مش ممكن الجمهور المصري لا ينساها في خلال 14 سنة اللي فاتت ولا ل 50 سنة قدام، وهي كأس العالم للقارات. واللقاء الشهير طبعا لقاء البرازيل، وانت كنت بتلعب منتخب يعتبر في الوقت ده هو الأقوى في العالم. قدرنا ان احنا في الوقت ده ان منتخب مصر يتحط في مكانة كبيرة جدا بالنسبة لمنتخبات العالم، بداية ان انت بتبقى تسع العالم. لقاء البرازيل انت الجمهور كله حاس ان انت هتعمل ماتش كويس، ولعبنا لقاء البرازيل. البداية طبعا يمكن كان فيه شوية قلق شوية وخوف شوية، وجي فينا هدف في التاني ودخلنا بين الشوطين، ودينا بعد كده ان احنا نرد بهدف لمحمد زيدان. انت بتهاجم البرازيل، يعني مفيش حد يتخيل انت بتلعب البرازيل، يعني زيك انت 90 دقيقة كلها تبقى في نص ملعبك، لا احنا كنا بنهاجم البرازيل وبنلعب زينا زيهم. حاجة عجبتني جدا في كابتن حسن شحاتة، لما بين الشوطين ما اتكلمش على مشاكل فنية ولا مشاكل دفاعية ولا الكلام ده كده خالص، لا يبهدينا بنتكلم مع بعض يا جماعة لازم نشد حيلنا لازم نركز، اتكلم على حاجة مهمة جدا، قال لك هو انتوا كام مرة هتلعبوا البرازيل؟ ما تلعبوا وتستمتعوا، العبوا لعبكم، انتوا خايفين ليه؟ انتوا قلقانين ليه؟ لأن هو فاهم الفروقات. وقدرنا إن احنا ننزل الشوط الثاني، وقدرنا إن احنا نرجع ونتعادل 3-3، وطبعا في النهاية يمكن الكرة الأخيرة اللي اخترعوا الفار بسببها هي كرة المحمدي، إن هي ضرب الجزاء وبعد كده حازها كاكا طبعا، والمنتخب البرازيلي قدر إن هو يفوز 4-3 علينا في آخر دقيقة. وبعديها اللقاء الشهير طبعا لقاء إيطاليا وهدف حمص، إن احنا قدرنا إن احنا نفوز على بطل العالم وقتها، فالطموح زاد عند الجمهور المصري، الناس بقى طمعت. واحنا رحنا بعد كده اللقاء أمريكا، إنما تعاملناش مع اللقاء ده بشكل جيد، لا جهاز فني ولا احنا كلاعيبة كمان، لأن يمكن الكابتن حسن وجهازه طمع احنا عايزين نكسب اللقاء، فاحنا ما كناش احنا عايزين ايه بالظبط تحديدا، احنا كنا عايزين تعادل او خساره باقل من هدفين. فمع كل اسف احنا اللي عملنا ده واللي عملنا ده، لان احنا على الاقل لو كنا وقفنا كويس ونظمنا نفسنا طلعنا بالتعادل او طلعنا خسرين 1-0، احنا كنا خلاص وصلنا وكنا نقدر ان احنا نطلع بعد كده نلعب ونكمل، وكنا هنلعب تقريبا اسبانيا او حاجه وكده، ولكن خرجنا طبعا من كاس العالم للقارات. ومع كل اسف مع كل اسف ان الناس دايما بتتعامل مع المواقف، ما بتتعاملش على انتوا عاملين ايه طول البطوله، عاملين ايه قبل كده نجاحات. فبدانا نتعرض طبعا من بعض الاعلاميين ان اللعيبه واللعيبه فكت واللعيبه مش عارفه ايه والمشاكل واحداث والكلام ده وكده، احنا بندور على الازمات. يعني انت منتخب اشتهر بان منتخب الساجدين، مش منتخب طول الوقت عنده التزام وعنده انضباط. فاحنا كنا قاعدين في اوتيل جزئين، جزء احنا لينا مكان مخصص لينا احنا كبعثه منتخب مصر، وجزء تاني كده ده جزء بقى الناس العادي الجست العاديين اللي بيبقوا موجودين في الاوتيل. فكان في ناس لابسين تيشيرتات المنتخب ومعانا موجودين، فطبعا اس احد الاعلاميين وبالتحديد عمرو اديب، يعني عشان ما يعني من انا بسمي الاسماء لان ما عنديش مشكله، ناجل طلع وقتها وقال لك في اخبار نازله في جنوب افريقيا وان المنتخب وان كان في بنات وان هم جابوا بنات قبل اللقاء ومش عارف ايه والكلام ده وكده، وكان بينا مكالمه فيها مشاده كبيره جدا جدا. ووقتها حتى انا كان ليا انتقاد كبير لعمرو اديب وقتها، وقلت له ما ينفعش تاخد خبر من تحت بيه السلم وتبني عليه. كل لعبتنا لعيبه محترمه والحمد لله، في 5 سنين احنا كنا بنقعد ضايع بلدنا بالشهور، عمر ما حصل ده. يعني حتى كان ليا كلمه وقتها قلت له لو احنا كنا كسبنا والكلام ده انتشر هل كنتوا هتسيبوا الكلام ده؟ ما كنتش هتسيبوا الكلام ده. لما انت بتتكلم على فريق كسب ايطاليا، فريق قدم مباراه كبيره قدام البرازيل، فريق محقق 2 افريقيا، فريق عمرك ما سمعت اي ازمه عن اي لعيب، هتيجي انك انت تطلع عليه الازمات والمشاكل دي ما كانش مقبول وقتها، انما هو ده الطبيعي. يعني هو ده الطبيعي. ما كناش بنرد على اي حد بيتكلم او الكلام ده وكده، انما سبب ان احنا قدرنا ان انت بدات تدخل في اعراض، فده كان سبب ردنا والقوه على وقتها عمرو اديب وبعد الناس اللي اصايت الموضوع ده. بدانا ان احنا خلاص ما نشغلش بالنا، وبدانا ان احنا نلاقي مسانده تاني من الجماهير، لان ده كان مهم بالنسبه لنا، الناس واثقه فينا والناس واثقه في المنتخب ده وكده. وبدانا ان احنا نستعد تاني لتصفيات كاس العالم. يمكن البدايه بتاعتنا كانت بدايه غير موفقه قدام زامبيا،
تعادلنا 1-1، وانا شايف ان من اسباب عدم وصولنا كاس العالم هي المباراه دي، لان انت في استاد القاهره كان لازم نكسب المباراه دي. احنا حسينا بنفسنا، استهنا بالخصم، فمع كل اسف تعادلنا في اللقاء ده وطلعنا خسرنا مباراه الجزائر 3-1. فانت بقيت ما عندكش غير نقطه واحده من 6 نقاط، فعلشان تقدر توصل كاس عالم لازم تكسب الاربع لقاءات الجايين جوه بره. فتعهدنا مع بعض ان احنا لازم نجيب ال 12 نقطه دي، وفعلا بالفعل حصل. طلعنا لعبنا ماتش رواندا، وده كان في رمضان، واللقاء ده على فكره انا ما كنتش بادئ اللقاء ده، انا كنت قاعد احتياطي. انا اتفاجئت في المحاضره، لان انا كنت لا المفروض ان انا هلعب اللقاء في التسخين. كابتن كمال عبد الواحد دخل اوضه اللبس قبل التسخين، قبل بدايه المباراه ب 10 دقائق بالظبط. ابو تريكه اتصاب، فالكابتن حسن قال لي يلا قوم سخن. نزلت حتى ما لحقتش اسخن، خدت شويه وقت على بال ابدا ان انا ادخل في اجواء اللقاء وكده، ولكن قدرت طبعا اجيب الهدف الشهير اللي هو واحد يمين واحد شمال، عاد تخبطوا في الاخر ايه الهدف المهم، كان لازم نكسب اللقاء ده. وبعد الهدف انا يمكن عاده لما بفرح ما بفرحش بالطريقه اللي انا بعمل بيها كده دي، بس دي ليها اسباب، بس مش هينفع علينها طبعا ايه الاسباب بتاعتها، لان دي حاجات كواليس كانت خاصه بينا احنا. ماتش زامبيا كسبناه بهجمه واحده بس، هي شوطه واحده لحسن عبد الوهاب، بس احنا كان عندنا صايه ان احنا لازم نكسب، لان اي نتيجه غير كده مش بس ما توصلكش كاس عالم، ما توصلكش انجولا 2010، لان كانت التصفيات مرتبطين ببعض. كسبنا اللقاء وبدانا ان احنا نستعد لمباراه الجزائر بالاجواء بقى بتاعتها، بالصعوبات، بالضغط النفسي واللي موجود. ودايما كل ما افتكر الاحداث بتاعت لقاء الجزائر ده حصل لي زي أشعار كده في الجسم، لأن أنا أتمنى وأنا بحكي الحكايات دي أن تجيبوا اللقطة دي تنزل، لأني أنا كل ما أشوف اللقطة دي أحس أن أنا بيحصل لي زي، يعني بحس أن أنا، إحنا كان أذان المغرب بيأذن وأحد الناس مسك المايك، كان تقريبا وليد مسك المايك وبدأ يدعي بعد أذان المغرب على طول، فيقول اللهم انصر منتخبنا، فمئة ألف في الاستاد بيرددوا حبيب. إحساس وانت قاعد في اوضه اللبس اللي هو انت 100,000 واحد بيأمنوا في لحظة واحدة، يعني تخليك كده انت نازل مش عايز تلعب، انت نازل عايز يعني بالظبط. ودينا ان احنا في اول اللقاء على طول عشان نازلين بالقوة الكبيرة قوي ان احنا نجيب هدف لعمرو زكي، وبعدها على طول المباراة بقى رايحة جاية ولازم هدف تاني وكده، وناس على أعصابها وانت في الملعب والأجواء والهدف الشهير طبعا أكيد لعماد متعب في نهاية اللقاء. الهدف ده أنا حاسس إن هو مش هز استاد القاهرة وهز مصر كلها، إنما مع كل أسف دايما تلاقي العجب، لائحة بتتغير، أنت خسران 3-1 هناك، 2-0 توصلك خلاص، أنت تعتبر الهدف بهدفين هناك اللي إحنا جبناه، اللايحة لأ إن في ماتش فاصل فطبعا كان حاجات كده أجواء كده غريبة. لعبنا الماتش الفاصل ما بيننا وما بين الجزائر في السودان، كان بعد على طول بحوالي 3-4 أيام على طول، أجواء لا تمت لكرة القدم بشيء، أجواء صعبة جدا 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 جدا، وكلام خارج وأزمات والملعب غير متسيطر عليه، وكان ممكن يحصل مذبحة في اليوم ده، لأن وقتها الأجواء كانت مشتعلة جدا. إحنا تفائلنا بشكل كبير في الفرحة، نزلت الملعب، انت الجمهور الجزائري كان اكتر من الجمهور المصري، انما الطبيعي ان المباراه لفرقتين الطبيعي ان يبقى في ده موجود وفي ده النص ده موجود والنص ده موجود، انما لا هم كانوا مسيطرين على الملعب بشكل كبير. وقتها بدانا نسمع بقى ان في مشاكل وفي ازمات وان في حاجات في المدرجات وان ممكن يحصل، يعني مباراه كان فيها ضغط نفسي كبير جدا جدا. وبعديها طبعا الجزائر قدر ان هو يكسب بهدف ويوصل كاس عالم، وان احنا ما وصلناش كاس عالم طبعا اكيد وقتها خلاص الجزائر كسب، ووقتها مبروك للجزائر وصولهم لكاس عالم وكده، انما انت بتتكلم على اجواء مباراه كره قدم، لا طبعا هي لا تموت اجواء مباراه كره قدم باي شكل من الاشكال. وسبحان الله اكيد ربنا مطلع، لان المباراه دي انا بقول لو كان المنتخب كسب كان ممكن يبقى فيه مجزرة، إنما الأهم من ده إن إحنا تاني يوم على طول تم استقبالنا في قصر الرئاسة، وبدأنا إن إحنا نتعاهد من جديد إن إحنا عندنا بطولة مهمة كمان أيام، ولازم إن إحنا يكون رد الاعتبار
وان احنا الاعتزاز بتاعنا الشعب المصري ان احنا نحقق البطوله الثالثه في انجولا.